السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة هناخد سمارت يونت 3. هابي بيرث داي. زي ما تعودنا سنة أولى إن احنا علشان نبدأ أي يونت عندنا بنبدأ بريفيجن. تعالى كده نشوف الريفيجن بتاعنا النهاردة. Put the sentence in the negative form. يعني هو بيقول لي حط الجمل ديت في الشكل المنفي بتاعها. I received a letter from my friend. يعني أنا استلمت رسالة أو خطاب from my friend من صديقي. عشان أحطه في النيجاتيف طبعا هنا في الباست سيمبل تنس عشان أنفي بنفي ب didn't والفيرب انفينيتيف هتبقى I didn't receive a letter from my friend. أنا ما استلمتش الخطاب من صديقي. Sentence number two. We waited for the train. We waited for the train. يعني احنا منتظرين القطار. السنتنس بتاعتي هنا in the past simple. طيب هو عايزني احطها in the negative واحنا اتفقنا ان في النيجاتيف فورم in the past simple بحط subject or didn't or verb infinitive. يبقى هقول we didn't wait for the train. هرجع الverb in infinitive. We didn't wait for the train زي ما احنا شايفينها كده قدام. Rearrange يعني عيد ترتيب الجملة ديت. Number one, his car wash Peter did. ده طبعا ده سؤال فهنا هقول did Peter wash his car. يعني هل بيتر غسل سيارته؟ Did Peter wash his car. Number two, Ali do did last week what. وده question. يبقى انا هبدأ بالquestion word بتاعتي اللي هي what. طيب والهيلبنج فيرب بص معايا كده سنه اولى، ركز في الجمله بتاعتك كده شويه عشان انا عندي فيه اتنين ممكن استخدمهم كهيلبنج فيرب، عندي دو وعندي ديد، بس اللي بيحدد لي السنتنس بتاع الجمله اللي هي لاست ويك. يعني هقول وات ديد علي دو لاست ويك. وات ديد علي دو لاست ويك. ركز شويه عشان السؤال هنا فيه تك. تعالى بقى نبدا اليونت الجديد بتاعنا بالنيو فوكابلري. envelope. envelope معناها ظرف. envelope معناها ظرف. stamp. stamp يعني طابع. طابع البريد. ماسك. ماسك اللي هو القناع اللي احنا بنلبسه في اعياد الميلاد. كيبورد اللي هي لوحه المفاتيح. فلوت اللي هو المزمار الخشبي او النائي. كاندل. كاندل معناها شمعه. كاندل يعني شمعه. درام. درام اللي هي الطبله. وبريزنت يعني هديه. جيتار اللي هو الجيتار. فايولين الكمانجا. فايولين يعني كمانجا. باند اللي هي المجموعه أو الفرقة الموسيقية، مجموعة من العازفين أو مجموعة من المغنيين. طيب تعالى كده بص معايا على البروبوزيشن. يعني إيه بروبوزيشن السنة الأولى؟ بروبوزيشن يعني حروف جر. أول حرف جر عندي اللي هو آت، وبيقول لي إن آت ده بيجي وراه، كاتب لي كلمة أوكلوك، يعني أنا أعرف إن آت ده بيجي وراه الوقت. زي مثلا لما أقول I go to school at 7 o'clock، أنا بروح المدرسة الساعة 7 صباحا. البروبوزيشنز اللي موجوده عندنا النهارده اللي هي ات، واحنا عرفنا ان ات بتيجي قبل الساعات زي ات 7 o'clock ات 5 o'clock هكذا. كمان عندي بروبوزيشن ان. بروبوزيشن ان ده بيجي مع حاجات كتير جدا زي الاوقات زي ان ذا مورنينج ان ذا ايفنينج ان ذا افترنون. زي ما قلت لك بتيجي في اوقات اليوم. طبعا كمان ممكن يجي مع فصول السنه ان سمر ان وينتر ان فول ان سبرينج. سمر صيف وينتر شتاء فول الخريف سبرينج الربيع. او قبل الشهور in May in June. او قبل السنوات يعني ممكن اقول لك in 199. عندي كمان البروبوزيشن اوف. قال لي البروبوزيشن اون بيجي قبل days of the week. يعني مثلا اقدر اقول on Friday يوم الجمعة I visit my grandfather. انا بزور جدي. from معناها من. هو عايز يقول لي مثلا لما بيجي بعد فروم وقت. يعني انا مثلا لو انا قلت لك انا والله انا كنت بذاكر من from 5 o'clock من الساعه 5 to 7 o'clock الى الساعه 7.
يبقى from to من وإلى. from to من وإلى. يبقى احنا النهاردة خدنا في البروبوزيشن بتاعنا at, in, on, from, to. طيب وكمان at ممكن تيجي معاها كلمة night. مستر انت لسه قايل ان الاوقات بيجي معاها in زي in the evening in the morning. لا هي night بس بيجي معاها at ومن غير زي خالص. at night على طول. طيب تعال نطبق بقى الكلام اللي احنا خدناه ده. بيقول لي complete with these words. كمل من خلال الكلمات دي. مديني ما بين براكتس ماسك. احنا اتفقنا ان ماسك يعني قناع. كاندلز يعني شموع. احنا هنا حط لها اس عشان جمع. باند قلنا فرقه موسيقيه. فلوت الناي. بريزنت هديه. انفلوب يعني ظرف. نمبر 1 ماي براذر از ا ميوزك بلاير ان ا باند. يعني اخويا ميوزك بلاير عازف موسيقي. ان ا فيموس باند فرقه موسيقيه مشهوره. نمبر 2 ماي فريند ويل جيف مي صديقي سوف يعطيني as base for my birthday. A present for my birthday. يعني هدية لعيد ميلادي. Number 3. She will put 12 space on her birthday cake. هي هتحط 12 ايه على البيرثدي كيك على كيكة العيد. Candles. Candles معناها شموع. Number 4. I will wear as base in the party. I will wear a mask in the party. يعني أنا سوف أرتدي الماسك أو القناع في الحفلة. Number 5. He will put the letter in the. يعني هو سوف يضع الخطاب in the. Envelope. طبعا envelope معناها الظرف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي supply the missing preposition. يعني كمل بحرف جر مناسب. تعالى كده بص معايا اول sentence بيقول لي my was born space June. my was born space June. احنا عارفين ان جون ده شهر من شهور السنه. واحنا اتفقنا سنه اولى ان قبل شهور السنه بحط البروبوزيشن in. يبقى my was born in June. number 2 she gets up space 6:30. she gets up space 6:30 يعني هي بتستيقظ وعندي 6:30 الساعه 6:30. واحنا اتفقنا ان قبل الساعات بحط البروبوزيشن at. she gets up at 6:30. number 3 she goes to a music class space the afternoon. she goes to the music class space the afternoon. يعني هي بتذهب الى درس الموسيقى وafternoon عندي بعد الظهر ودي فتره من فترات اليوم بنستخدم معاها البروبوزيشن in. she goes to a music room in the afternoon. I went to شرم الشيخ space summer. أنا ذهبت إلى شرم الشيخ وعندي summer ده فصل من فصول السنة. وإحنا عارفين إن فصول السنة بستخدم معاها preposition in. I went to شرم الشيخ in summer يعني في فصل الصيف. number 5 she never stays up late وعندي night. she never stays up late space night. night يعني هي ما بتسهرش لوقت متأخر بالليل. واحنا اتفقنا ان نايت من فترات اليوم بس بيجي معاها البروبوزيشن بيجي معاها ات ومش بيجي قبلها زي يعني ما ينفعش اقول ات ذا نايت. لا هي ات نايت على طول في الليل. الجرامر اللي هنتكلم عنه النهارده هو الفيوتشر سمبل تنس زمن المستقبل البسيط. it used for events which will happen tomorrow soon later in the future اتك. يعني هو بيقول ان هو بيتكلم على الاحداث اللي هي هتحصل فيما بعد. يعني ممكن تحصل بكره ممكن تحصل قريب ممكن تحصل في المستقبل. بيتكلم على كل الاحداث دي. examples number 1 we will travel abroad next summer. يعني احنا سوف نسافر بالخارج ال next summer الصيف الجاي. هنا الفيوتشر عندي يعني موجود في كلمه will. will اللي هي معناها سوف. احنا سوف نسافر معنى كده ان احنا ما سافرناش او مش بنسافر دلوقتي. احنا لسه هنعمل الحاجه دي. كل ده قلنا دي actions will happen in the future. احداث سوف تحدث في المستقبل. طب ازاي اعمل الجمله في الفيوتشر سيمبل؟ انا ببدا بالسبجكت بتاعي بعد كده بجيب ويل اللي هي معناها سوف بعد كده بجيب الفيرب انفينيتيف. لازم تعرف ان ويل بيجي بعدها الفيرب انفينيتيف. وي ويل ترافل. ترافل هنا في المصدر. ابرود يعني بالخارج. طب ايه كلمه نيكست دي؟ دي من الكي ووردز الكلمات اللي بتدل على الزمن بتاعنا وتقول لنا خلي بالكم انتوا موجودين دلوقتي في زمن المستقبل. وي ويل ترافل ابرود نيكست سمر يعني احنا لسه هنسافر الصيف الجاي.
Sentence number two بيقول لي dad will help me later. Dad will help me later. بص معايا انا عملت ايه؟ قال لي ان انا حطيت بعد dad كتبت will، بس بص انا كتبها ازاي؟ كتبها apostrophe double L. يبقى انا will سنة اولى ممكن اكتبها will كاملة زي sentence number one، وممكن اكتبها apostrophe double L زي sentence number two. يعني هنا معنى الجملة بيقول لي ان والدي سوف يساعدني لاحقا، يعني بابا هو اللي هيساعدني بعد ويل حطيت help الverb infinitive. Number three, mom wanted to create my room next week. ايه اللي حصل هنا؟ ان هو عايز يخلي لي الجملة دي النيجاتيف، يعني في الشكل المنفي بتاعها، فبدل ما يجيب لي ويل سوف عملي النفي بتاع ويلي اللي هو will not، اللي انا ممكن اختصره على طول بكلمة want. Mom wanted to create my room، يعني ماما مش هتزين الغرفة بتاعتي next week الاسبوع اللي جاي. زي ما عرفنا ان كلمة next من الكي ووردز اللي موجودة عندي اللي بتعرفني اللي احنا موجودين في زمن الفيوتشر سامبل. نمبر 4 بيقول لي will your teacher come tomorrow. Will your teacher come tomorrow. احنا ملاحظين سنة اولى ان السنتنس دي عبارة عن question sentence، هي سؤال. سؤال بدأ بويل، يعني بدأ بهيلبنج فيرب، واحنا اتفقنا ان اي سؤال بيبدأ بهيلبنج فيرب يبقى ده yes or no question. طب تعالى كده بص معايا اتكون ازاي. قال لي will والسبجكت بتاعي اللي هو your teacher، بعدين الفيرب انفينيتيف come، وتومورو دي يعني غدا، وهي من الكي ووردز بتاعت البريزنت بتاعت الفيوتشر سمبل، زيها زي next، زي later، زي soon، زي in the future. طيب لما انا بسأل بويل هجاوب عليه يا اما بيس يا اما بنو. يعني هو بيقول لي will your teacher come tomorrow، هل المدرس بتاعك هيجي غدا؟ لو هو جاي هقول yes he will، لو مش جاي هقول no he won't. نمبر 5 بيعرفني السؤال في الفيوتشر سامبل، يعني ازاي اكون سؤال، بس المره دي مش بيس اور نو، هنا السؤال بالدبليو اتش كويستشن، يعني وات ويل يو دو نيكست سمر، ماذا سوف تفعل نيكست سمر. طب الفورم بتاعي جاب كون السؤال ازاي؟ طبعا هو حاطط دبليو اتش كويستشن اللي هو وات، بعد كده حط لي الهيلبنج فيرب بتاعي ان ذا فيوتشر سامبل اللي هو ويل، وات ويل، بعد كده السبجكت الفاعل، ثم الفيرب انفينيتيف يبقى وات ويل يو دو، والفيرب زي ما اكدنا على حضراتكم ان الفيرب لازم يكون انفينيتيف في المصدر بعد ويل. وات ويل يو دو نيكست سمر، ماذا سوف تفعل الصيف القادم. انا بساله عن خططه المستقبليه وعن احداث المستقبليه اللي هو هيعملها السنه الجايه او في الصيف الجاي. تعال نراجع بقى كده، احنا خدنا ايه النهارده؟ خدنا الفورم بتاعت ذا فيوتشر سامبل تنس، وقلنا ان لو السنتنس بتاعتي افيرماتيف يعني جمله مثبته بحط السبجكت بلس ويل بلس فيرب انفينيتيف، واتفقنا سنة أولى ان انا ويل ممكن اكتبها كده كاملة، ممكن اكتبها short form apostrophe double L. النيجاتيف فورم طبعا هي نفس الافيرماتيف فورم، بس الاختلاف حاجة بسيطة، احنا subject زي ما هو. المرة دي مش هينفع اكتب ويل، هكتب ويل not، يعني هزود not بعد ويل، او ممكن اختارها كلها على بعضها بكلمة want، وبرضو بيجي بعدها الverb infinitive، يبقى ويل او want بيجي بعدهم الverb infinitive. طب لو عايزين نعمل question in the future symbol، قال لي لو انت بتعمل yes or no question ببدأ ب will subject verb infinitive. طب لو هعمل question ب wh question هبدأ بال question word، بعدين ال helping verb بتاعي اللي هو will والsubject والverb infinitive. الكيوردز كلمات الدالة اللي بتقول لي خلي بالك انت دلوقتي موجود في زمن future symbol هي tomorrow يعني غدا، next و next دي ممكن يجي معها كلمات كتير جدا زي next week الاسبوع القادم، next month الشهر القادم، next year هكذا، next monday next sunday هكذا، soon معناها قريبا، later فيما بعد، in the future يعني في المستقبل. let's make exercise rewrite using the words between breaks، يعني عيد كتابة الجملة دي باستخدام الكلمات اللي بين الأقواس. Number one, did you write a letter yesterday؟ يعني هل انت كتبت الخطاب yesterday امس او امبارح؟ هو هنا عايز يحط tomorrow غدا، معنى كده انه عايز يحول السؤال ده من صيغة الماضي الى صيغة المستقبل. طالما انا هحول سؤال من ماضي المستقبل يبقى انا هغير معايا حاجات كتير. تعال كده بص معايا ده yes or no question عشان بدأ بديد. طب واحنا عارفين ان في المستقبل yes or no question بيبدأ بويل، يبقى هقول will you write a letter tomorrow. Will you write a letter tomorrow؟ يبقى انا ده عشان في الباست سمبل السؤال بتاعي
شلت ديت وشلت يسترداي. يبقى الجمله الصح بتاعتي ويل الهيلبنج فيرب يو السبجكت رايت فيرب انفينيتيف ا ليتر تومورو وحطيت الكي ووردز بتاعتي وما انساش احط الكويستشن مارك. نمبر 2 بيقول لي شي فيزيتس هير جراند ماذر افري ويك. هي بتزور جدتها كل اسبوع وحطيت لي ما بين قوسين نيكست ويك. طبعا هي السنتنس اللي عندي هي في زمن البريزنت سيمبل، ومعنى اللي هو عايز يحط نيكست ويك بدل افري ويك ان هو عايز يحولها لزمن الفيوتشر سيمبل. عشان احولها لزمن الفيوتشر سيمبل انا فاكر كويس جدا ان انا بنزل بالسبجكت بتاعي شي وبعد كده بحط ويل، شي ويل هي سوف، وبعدين الفيرب انفينيتيف اللي هي فيزيت، تبقى شي ويل فيزيت هير جراند ماذر. بس هنا مش هينفع احط افري ويك، عشان كده هستخدم الكلمه اللي عندي اللي هي كلمه نيكست ويك، شي ويل فيزيت هير جراند ماذر نيكست ويك. نمبر 3 they don't play games in the afternoon. They don't play games in the afternoon. وحطيت لي later وحطيت لي later. الجملة دي هنا في زمن الـ present simple عشان عندي don't وعندي الـ verb infinitive. بس لما أحط كلمة later يبقى أنا معناه إن أنا عايزة أحول الـ sentence دي من present simple لـ future simple. واتفقنا سنة أولى إن أنا في الـ future simple الـ sentence بتاعتي بتتكون من subject will والـ verb infinitive. يبقى هقول الـ subject بتاعي زي will play games later. شلت in the afternoon وحطيت بدلها later. Number 4 does your brother write stories? Does your brother write stories? وحطيت لي ما بين قوسين soon. طيب number 4 does your brother write stories؟ يعني هل اخوك بيكتب القصص؟ soon طبعا زي ما احنا قلنا معناها قريبا. Will your brother write stories soon؟ يعني هل أخوك سوف يكتب القصص قريبا؟ نفسه هو تكوين السؤال بس خليته في المستقبل عشان خاطر كلمة soon، فشلت does وحطيت will. Will your brother طبعا برضو الفيرب هيكون في الانفينيتيف stories، وكتبت الكي وورد اللي هو عايزني أحطها اللي هي كلمة soon. Excel yourself. Choose. Number 1. Our local library opens in at from on 8 a.m. to 8 p.m. Number 2. My friend didn't come, isn't come, doesn't come, won't come tomorrow. See you and goodbye.